فعلا احنا النهارده هنتكلم عن موسى النبي اللي بنحتفل بنيحته يوم 8 توت. اسم موسى بالمصري يعني ولد، وبالعبريه يعني المنتشل. بنقول ان موسى اتولد في وقت كان فيه فرعون واخد قرار عجيب جدا انه يقتل ويقضي على كل الولاد الذكور ابناء العبرانيين، وموسى كان من العبرانيين، ابوه وامه من العبرانيين. كان ولد جميل خالص من صغره، وبعدين فضلوا مخبيينه حوالي 3 شهور، وبعد 3 شهور ابتدى يبقى صعب يستخبى، يعني على الاقل ايه هيعيط والناس تسمع صوته فقلقوا عليه، وكانوا معتبرين انه في الحاله دي هيتقتل يعني. فيكابد امه، فكرت في فكره عجيبه شويه انها يعني يبقى في احتمال للحياه. ايه الفكره؟ جابت صفط يعني حاجه زي سبت بيتعمل من الخوص او من البردي، وراحت طالته بمادة اسمها الحمر والقار اللي هو الزفت. دي مادة زي الطفلة، الحمر في ناس بتفسر غلط وبيقولوا ان الحمر دي يعني لون احمر، دهان احمر. لا، هو مش دهان احمر، هي مادة خلطتها مع الزفت ودهنت السبت اللي هو الصفط زي ما ذكر في الانجيل، وقالت اسيبه في النيل وهو حظ. حطيته على طبعا على حرف النيل، مش السبت ما يسقطش، يفضل عايم، وفي نفس الوقت الزفت والحمر ما يدخلش ميه، دخلش ميه السبت. مين بقى البنوته اللي فضلت مراقباه تشوف هيحصل له ايه ويروح فين؟ اخته مريم. كان موسى الابن الثالث، ترتيبه الثالث في اخواته، كان سابقه 2 مريم وهارون وهو الثالث. مريم يعني كانت برضو طفلة، بس طفلة كبيرة شوية، فأخوها يعني واخد بالك، ففضلت متابعة السبت الخوص ده. في نفس الوقت كانت بنت فرعون صادفت الظروف إنها على شط النيل هي والخادمة بتاعتها، فشافت السبت فطلبت من الخادمة تجيب السبت، ففوجئوا إنه فيه طفل، وطفل حي وبيبكي ويعيط. ف مريم عملت حركة ذكية جدا، أخته جريت على بنت فرعون قالت لها إذا كنت عايزة ست ترضعه وتربيه تساعدك في تربيته أنا أقدر أجيب لك حد. قالت لها آه يا ريت. راحت جابت مين يا ولاد تخيلوا؟ أمه. برافو عليكم. راحت جابت أمه، أشرفت أمه على رضاعته وتربيته لحد ما كبر وعاش في القصر فترة سنين كتيرة. يمكن المعلومات عن الفترة دي عنه ما كانتش كتير، إنما المعلومة المؤكدة إن بنت فرعون اهتمت بيه وكانت بتعلمه تعليم كويس وكل الفنون وكل التعليم، جابت له ناس مخصوص يربوه ويعلموه، لحد ما شاءت الظروف إنه يخرج بره القصر وينطلق للبرية في ظروف قهرية كانت غصب عنه. إحنا قلنا إن موسى كان من العبرانيين، في يوم لقى واحد مصري من المصريين بيضرب واحد عبراني، والعبراني ده يعني فاهم انت من عيلته يعني او من قبيلته او من ناسه، فانفعل على المصري وللاسف قتله ودفنه في مكانه. عرف بالموضوع ده فرعون فخد قرار ان موسى لازم يتقتل. بلغ الخبر ده لموسى فهرب بره القصر وراح عاش في مكان اللي هي في أرض اسمها مديان، وفي مديان هناك اتجوز صفورة بنت كاهن مديان، وعاش هناك فترة كبيرة قوي لحد ما في يوم شاف علقة فيها النار طالعة والنار ما بتحرقش العلقة دي الشجرة، وسمع صوت ربنا بيقول له أو بيأمره إنه لازم يروح مصر علشان يخرج شعبه اليهود من مصر، لأنهم متعرضين لظلم جامد من فرعون هناك، وقال له ان اخوك هارون هيساعدك هيبقى معاك. وفعلا راحوا مصر وطلب من فرعون ان ياخد اليهود ويخرجهم بره مصر. فرعون رفض بشده في الاول، ربنا ما سابوش، راح يديه للضربات ال10 فاكرينها طبعا. بعدها قرر قال لا انا مش هستحمل اكتر من كده، خد
شعب اليهود واخرج. خرجوا في اتجاههم رايحين بقى لأرض الميعاد، فجم عند البحر الأحمر ولازم يعدوا البحر، وربنا فاهم فرعون إنه بعصاه يعمل معجزة، وفعلا ضرب البحر بالعصاية فالمية اتقسمت يا مايكل، وفي ممر يابسة، ممر من الأرض يعدوا فيه، وفعلا عدوا. وزي ما ربنا قال له بعد ما يعدي كان خلاص جيش فرعون جاي وراه، فشاور أو ضرب المية تاني فقفلت المية تاني، يعني رجعت المية وغرقت فرعون بجيشه. كان مكتوب لهم انهم يقعدوا ايام معدودة في سينا لحد ما يوصلوا الارض الموعد، انما شاءت الظروف انهم يقعدوا 40 سنة تحت قيادة موسى النبي. حصلت خلال الفترة دي معجزات كتير قوي، تيهين حصل معجزات كتير قوي، وتذمر من الشعب عليه واحتياجهم للمية، وازاي لو تفتكروا ربنا كان بيبعت لهم المن والسلوى. مش عايز اطول عليكم في الحال كده لحد ما موسى كمل 120 سنة، كان عمره 120 سنة، وفي الوقت ده سلم القيادة ليشوع ابن نون زي ما ربنا قال له، ومات تنيح واندفن، بس ربنا أخفى قبره، يعني لغاية دلوقتي محدش يعرف قبر موسى النبي فيه. بركاتكم معنا. دي قصتنا النهاردة عن الطفل اللي اترمى في يوم من الأيام من النيل، النيل حافظ عليه واحتضنه، وبعد كده بقى حاجة عظيمة قوي هو موسى النبي. حلوة قصتها. انتشل، ما هو تفسير موسى المنتشل من الماء يعني، وهي اللي سميته كده بنت فرعون بالمناسبة، هي اللي سميته موسى. قصة جميلة. حلو نبقى عارفين قصص برضو الأنبياء حتى لو في العهد القديم، قصص جميلة جدا تعلم منها حاجات حلوة خالص، وبرضو فعلا بركة جدا كبيرة ان احنا نتشفى حتى بالأنبياء بتوع العهد القديم.